رمضان السابق احسن، لان هسه الوضعيه منع التجول العالم ما في وقت كثير ما تنزل، يعني بالستي لستي كان عملوا منع التجول، قبل كانت تضبط العالم تنزل براحته، هسه العالم تنزل لان منع التجول يخلصون على السريع ويرجعون، والاسعار مختلفه همينه وشغل ماكو والكاسب ما عنده فلوس. الحركة ضعيفة بصراحة، لأن ما العالم ما عندها فلوس، العالم ما عندها فلوس. بس أكو حركة. أكو حركة بس شيء قليل، بس العالم ما ضل عندها فلوس، لأن تعرف هذا المرض أثر على العالم، أثر اقتصادياً فد مرة يعني تعب العالم. فهذا رمضان الناس شوية تخاف، تعرف المرض انتشار الوباء. فأكثرية الناس تنزل وتقضي حاجته وترجع، واللي ما عنده شغل يعني ما ينزل على السوق، اللي الحاجة الضرورية يعني اللي مثلا يحتاج ملابس، تعرف استقبال موسم صيف واستقبال رمضان واستقبال العيد،